القطني خدمة صيانة تستجيب لمتطلبات الجودة العالمية. لذلك جهزت الشركة المصلحة بأحدث الوسائل المتطورة تكنولوجيا لإصلاح عربات الترامواي وفحص أجهزته الداخلية وإعادة ترميم الأجزاء التالفة أو تغييرها بقطع أصلية. من 0.5 تل أمين ماكسيموم ما كناخذش بزاف. شكرا بارك الله فيك. نمشيو السي عبد العالي نشوفوا البلاصه الاخرى. شفنا كاينين 6 ديال لي فوا 6 ديال السكات، دونك كل سكه عندها اختصاص في لا مانتونونس. عندنا سكه خاصه مختصه في لا بانتور الصباغه ديال العربات، عندنا سكه خاصه بالروبروفيلاج ديال لي رو اللي هي فيها هاد لا ماشين لي مورانا، وعندنا جوج سكات فيهم لي فوس باش يمكن لي تكنيسيان اكسيديو من تحت من العربات ديال التراموي ويقوموا بالاصلاحات اللازمه، او الا كان شي اعطاب اللي تتهم الاجزاء اللي في السطح ديال التراموي او اللي فوق ديال التراموي عندهم ان اكسي اون تواتور، زياده على سكه وحده اخرى اللي تنقدوا نهزوا فيها كاريمون داك لو تراموي وندوزوا تحت منه. نشوفوا دابا الشركة تتوفر على 22 عربة نقل. إدارة الشركة تراهن أن تظل هذه الآليات تقدم خدمات للزبائن لعشرات السنين المقبلة. فيما يخص الصيانه ديال العربات ديال التراموي فهنا كاين نوعين من الصيانه، دونك كاين الصيانه وقائيه بريفونتيف، وكاينه صيانه من بعد ما توقعوا الاعطاب سي مانتونونس كوريكتيف. دور العربات ديال التراموي تتكونوا بزاف ديال المكونات او بزاف ديال لي زيكيبون اللي يقدر يكونوا الكترونيك، يقدر يكونوا الكتريك، بنوماتيك، واللي خصنا نتبعوهم بانتظام، لان هما اللي تيأسيرونا لا سيكوريتي او لا السلامه ديال التنقل ديال هاد العربه. اذا يوميا هاد المشغل ولا هاد لاتوليي تيقوموا فيه الناس باشغال الصيانه. الصيانة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. صباح الخير. في الخامسة صباحا تلج كريمة مقر المركز التقني حيث توجد مرابط عربات النقل الكهربائي، هي بداية يوم عمل جديد. بون هادي لا بلانشيت كيعطوها لنا فيها لي عدد ديال لي فواياج اللي غادي نديرو ولوغ عايش غتخرج لاغام، وهادشي هذا كيسهر عليه البي سي سي هو اللي كينظم لينا لا ديستونس، يعني المسافه اللي خاص تكون بين كل تراموي وتراموي والوقت اللي خاصها تخرج فيه. المسافه المنظمه في 7 إلى 8 دقائق. هنا اجتماع صباحي مرتجل للحديث في تفاصيل اخرى. الرميزاج 9 عندي لا فواتور 3 لا فواتور 3 كنشوف لو كونديكتور اللي عنده ديك لا فواتور كنعطيه لا بلانشي ديالو لا بوزيسيون ديالها و لو فلو دو روت باش يبريباريها باش يخرجها في الوقت ديالو. كل سائق يتكفل بعمليات الاشراف القبلي للعربات والتاكد من سلامه التجهيزات قبل بدء مرحله التشغيل. ها انت كيما كتشوف معايا هذه اللي حطيت هنايا فيها في 3 سيتادير لا فواتور 3، يعني كيعطينا النمره ديال التراموي اللي انا سايقاه. هذه لين 1 كتعني بان هاد لا لين هذه غدا من حي كريمه العرفان، يعني هي اللي كتفرق بين لا لين 2 اللي كتمشي من بطانه للموليوس. هاد التراموي هذا زينيتي ملتيبل، يعني فيه جوج ديال لي زياس، يعني خاصني نشعل لا باتري هنايا ونمشي ل لوتر اياس ونشعل لا باتري الثانيه.
بعد عملية تشغيل العربات ينتظر السائقون إشارة بدء الخدمة التي يتوصلون بها من مركز المراقبة عن بعد. الترامواي من بدا في مدينة الرباط ضروري غتكون عنده السلبيات والإيجابيات ديالو، حيت ماشي كاع الناس كيفكروا بحال بحال. كاينين الأغلبية قالك بأنها وسيلة يعني مزيانة، سهلت عليهم شحال من حاجة، وكاين اللي تيقول لك عطات جمالية يعني للمدينة، وحتى حنا ولينا كنستعملوا يعني وسائل متطورة. كاين اللي ما يعني بالنسبة للمبوتياج، بالنسبة للناس كاين اللي لقاها مزيانة، كاين اللي كيحط الطوموبيل ديالو بحال في العرفان كيجي يقضي الغرض ديالو في المدينة. بالنسبة للتلاميذ يعني قرباتهم من سلا العرفان يعني كان ممكن أنه يخسر حتى 30 درهم. سبتمبر الماضي أطلقت شركة ترامواي الرباط سلا عمليا بطائق الاشتراك ارتياح للتنقل بكل حرية في جميع أنحاء الشبكة بلا حدود وطيلة مدة الاشتراك بين الرباط وسلا، وبأثمنة معقولة للجميع وخاصة بطاقة اشتراك الطلبة. في النهار كنمشي 6 مرات في الترامواي، يعني الا جيت كل مره نخلص غادي تكمل عليا غلا من اللي درت لاكارت. لاكارت دابا بالنسبه للستوديون كتقوم غير 150 درهم. شي مرات كتبو في الطوبيسات والش علينا وديما فازقه وما كاينش بلايص وكيجيش في واحد الوقت محدد، يعني ممكن تعاين ساعه يكون مازال ما جاي الطوبيس. كانت عندي السياره ديالي كنت كندير بها 45 مينوت في هذا التراجي هذا، اون بليس لو ستريس، اون بليس لومبوتياج، اون بليس لي بلوكاج اللي كيوقعوا في الطريق. دابا كندير تقريبا اونتر 35 حتى 38 مينوت وغادي مرتاح. الاشتراك لقي نجاحا استحسنته الشركه، لذلك عمدت الى عقد شراكات اخرى في مرحله اولى مع الكليات، وستنتقل في مرحله ثانيه الى الشركات. عندنا مجموعه ديال لي كونفونسيون، منها ديال الطلبه اللي كنسموها ارتياح طالب، عندنا يقدروا يديروا الشهر، يقدروا يديروا 3 شهور 6 شهور ولا عام. الشهر ب 1000 ب 150 درهم، 3 شهور ب 420 درهم، 6 شهور ب 810 درهم، والعام ب 1500. هذا الثمن اللي كيساعد الطلبه باش يسيركول ما بين الرباط وسلا بلو فاسيلمون. هذه الصور من صبيحة يوم السبت، كل أطر هذه الوكالة مجندين للاستجابة لضغط طلبات الاشتراك. عرابة شركة ترامواي الرباط سلا السيدة دبنة بوطالب، وبتنسيق مع وكالة تهيئة ضفة أبي رقراق المشرفة على المشروع، تسهر على جميع تفاصيل سير العمل بالكثير من الحنكة والاجتهاد. اللي كنعرفوه بانه هذه الوسيله كانت هي الاجمال ديال 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 التكلفه ديال الانفستيسمون، هي 3 مليار و800 مليون ديال الدرهم. هذا الغلاف المالي تم الحصول عليه من الدوله ومن الجامعات المحليه، وكان هناك قروض اللي قمنا بها مع واحد لي انستيتيوشن انترناسيونال، اذا مؤسسات دوليه اللي مكنتنا باش نحصلوا على هذا الغلاف المالي ديال 3 مليار و800. حنا اللي خاصنا نعرفوا بان التكلفه تقريبا سنويه ديال هذه الوسيله هي تقريبا 180 مليون ديال الدرهم، فيها 140 مليون درهم ديال تشغيل هذه الوسيله، وفيه هاد الناس اللي تيخدموا، هاد السائقين، هاد لي كونترولور، الناس كلهم اللي تيسهروا على هاد الوسيله. فيه الخلاص ديال الضو، فيه الخلاص ديال لي بياس اللي كنشريو باش نصلحوه وداكشي، وفيه اوسي هاد القروض اللي خدناهم خاصنا نردوهم. تا
تعتمد الشركة على كفاءات مغربية محضة خضعت للتأطير وراعت شروطا معينة في التشغيل. حنا الأجر ديال الكوندكتور كان هناك تداول على أين أجر غيكون. هناك كنقوموا بكومباريزون مع مقارنة مع خدمات أخرى اللي تيكونوا فيها هاد المسؤوليات ولا تيكونوا فيها. هذه بداية بحال اللي كتعرفوا مادو سائقين عاد بداو، حنا عارفين على مدى بعيد راه الأجور كتطلع عندهم واحد واحد كونابيلي بريم وسي واللي خاصنا نعرفوه سي سيكو في المغرب هاد فرص الشغل كانت كمان اون اوبان اللي جات. ما يمكنناش نقولوا اوجوردي هذا اميتي جديد. كنظن انه لو نيفو هو معقول والواحد مع ليكسبيريونس يوت غيطلع له ان شاء الله الاجر ديالو. السيدة ابو طالب سبق وان حظيت بتكريم ملكي اثناء انطلاق الترامواي، ومن خلاله تم تكريم كل الذين سخروا طاقاتهم ومعرفتهم العلمية لإنجاز هذا المشروع الضخم. من ضمن هذه الكفاءات السائقة كريمة التي تشتغل بتفان وحب وفق جدول العمل المحدد سلفا. يكون شوية النهار شوية متعب، ولكن من كتقرب سالي السيرفيس ما كتبقاش تفكر في الخدمة، كتفكر شنو غادي تدوز من بعد السيرفيس. هذه هي آخر رحلة ليا، غادي نسالي مع 8 حيت الشركة خولت لينا أننا نساليهم مع 8 نظرا لأن النساء عندهم واجبات أخرى من بعد العمل. فأنا مين غادي نسالي؟ غادي نتلاقى مع أختي وغادي نمشي للدار باش نحاول نبدلو شوية الروتين ديال الخدمة. يلا انت اللي غتشد عليا انا ان شاء الله. كلشي فيها هو هذاك مزيان، لا رامي هذيك مزيانه، الفريناج مزيان. ولينا سعيده لينا وليك، وتهلا فراسك. سلم عليك الخير، ربي يخليك. يلا بسلامه. يلا الله يحفظك. هذه اخت كريمه التي تشتغل بدورها سائقه تراموي. اسره البنتين لا تخفي فخرها واعتزازها بكريمه وشريفه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. زعما كتخافي؟ زعما عطيني والله خلوا عينك دابا. لا ما يلا من بعد غيولف ولا كتكلكصوني وما كيسمعكش. مسكينه ملي تخلعات انا نقصت تخلعات. النهار الاول اسيدي كانت البنت ديالي قالت لك راه غادي تسوق طروماي دوزوا واحد الامتحان، ومنين دوزوا داك الامتحان انا فرحت لهم باش يمشوا للطروماي، ومنين دوزت ونجحت قالت لي راني نجحت، قلت لها الله يسهل تدي خدمة زوينة، ولكن تحتفظي على عباد الله. ودابا راه ما عنديش غير كريمة اللي تسوق الطروماي، راه عندي حتى شريفة تبارك الله، راه عندي زوج بنات تسوق الطروماي. ونتمنى لهم التيسير، التيسير إن شاء الله والخير القدام إن شاء الله، هذا اللي تنتمنى لهم. ركبت معاها وعجبتني السوقة ديالها، والله يسهل عليها، راه مزيانة زعما السوقة ديالها. أنا فرحان ليها بزاف ماشي إلا شوية. أصلاً حنا مازال بنادم ما تأقلمش مع داك الطراموي، يعني جاية شي حاجة بيزا. الخلعة مشات ما بقاتش. هاد الخلعة ولينا. دابا راكو تسوقو من داك الشيء. بالدار البيضاء وفي ليلة